كيف تأثر السودانيون تحت وطأة عام كامل من الحرب؟ نقطة حوار بعد قليل. السودان يشهد واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، ومرشح أن يشهد قريبا أسوأ أزمة جوع. هكذا تقيم الأمم المتحدة الوضع في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، والذي يئن تحت وطأة حرب طاحنة ما بين الجيش والدعم السريع صار له عام. الصحة العالمية تقول إن النظام الصحي يكاد ينهار بالكامل، وخسائر تجاوزت 11 مليار دولار. الزراعة في سلة غذاء العالم سابقا مهددة بعد أن تحولت الأرض إلى أراض محروقة بسبب الحرب. 6.5 مليون سوداني اضطروا للنزوح من ديارهم، ومليونان ونصف المليون لجأوا لدول مجاورة. الدولة بالمجمل يقال إنها فقدت 80% من مواردها، غير الكثير من أرواح أبنائها. كيف تأثرتم أنتم وأهلكم بهذه الحرب؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة. على الهاتف 00-44-80-3875-2989، على bbcarabic.com، صفحات نقطة حوار على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صفحة الشخصية على منصة X @mabdulhamidbbc. سريعا وكي نمهد الطريق للكثير من المشاركات الحية المباشرة اليوم، أريد أن أتوقف مع عينة من الآراء التي وصلت لي فريق البرنامج سواء على منصة X أو على فيسبوك تعليقا على نقاش اليوم. مصطفى مثلا عبر عن الألم بسبب استمرار القتال في السودان، وقال إن هذا العام المنقضي هو عام من الدمار والموت والمرض والجوع والتشرد والنزوح واللجوء والمجهول. بالمجمل وفقا لمصطفى هو عام من الخراب. أما أحمد فيرى أن مرور الذكرى الأولى لهذه الحرب هي بمثابة نداء مرير يحطم القلوب ويصرخ بوحشية الدمار والألم الذي عصف بأرواح الأبرياء وسلبهم أمنهم في حرب عبثية. مجرد عينة فقط من الآراء التي وصلت لفريق البرنامج، ولاحقا سأعرض آراء أخرى. بالتأكيد اليوم سنحاول كثيرا أن نستمع إلى قصصكم أنتم، ربما بعيدا حتى عن الجدل السياسي وإلقاء المسؤولية على أحد الأطراف دون آخر، وإن كان هذا قد يستحيل أحيانا تجنبه، لكن الأساس هو مدى معاناة أهل السودان خلال هذه الحرب بمستوى إنساني، معاناة أهليهم كذلك، لأننا سنستمع لإفادات من الداخل ومن الخارج أيضا. بداية نرحب بمجموعة من متابعينا على زوم: كمال، كاميليا، أيمن، وئام، مصطفى، وبراين. أهلا وسهلا بحضراتكم، منورنا في نقطة حوار. واسمحوا لي أن أبدأ بمجموعة من الأصوات التي استمعنا إليها، شهادات مؤلمة حقيقة جمعتها كاميرا البرنامج في بورت سودان على وجه التحديد. أربع سيدات سودانيات لخصن المعاناة في ظل أوضاع معيشية أقل ما يقال عنها إنها مزرية. نزحنا من الخرطوم، مرقنا وحصلنا حادث، وأولادي مشتتين، وأبو عيالي ولا لميت فيه ولا عارفين إنه وين من الحادث لهم الليلة، ولا عارفين اتجاهه، ومعه أولادي برضو جزء منهم ما فيشين هسا، ومن هناك هاجرت جيت قعدت هنا وما سامعين خبرهم للآن، عارفين اتجاههم وين. والله هسا أنا ولا الليل ولا النهار، النوم ده بيجي من جيت أنا من حصل لي ضغط، هسا جاني ضغط بسبب المشكلة دي. 7 شهور للآن معاناة شديدة، لا أكل زي الناس، لا شراب زي الناس، لا موية زي الناس، والأمراض كثيرة والوسخ كثير وأدم مراوي وزباب، وأنا جدا ما اتأنيت، أنا ما قد أكل أدير، فقدت الأمل، لا عندي تواصل مع أبوي، لا عندي تواصل مع أخواني، لا أهلي، لا قروش أكل، لا أجر بيت، لا زوجي، أنا متزوجة ذاته مختلفة معه، ما قدرت أركز وفقدت الأمل أدير، لما بقيت أيانا أدير خشيت في ضغط نفسي، هسا ما أعرف أعمل شنو، بس محتارة وقاعدة. كل ما أقول أنا داير أسافر عشان أسافر ذاته ما عندي ورق، العيال دايرين ورق ودايرين قروش. فقدنا بيتنا كله بأساسه في الأشهري، وربح 8 صاد المدينة الرياضية، وأول ضربة صباح الساعة 8 صباحا، الدانات دي جات نازلة
نحن جرينا البيوت اللي تهدت البيهين وبيهين كلها تهدت وخلينا على الله. طلعتنا من شهر 5 لحد الآن. يعني هسه ما عارفين ذاته نحن ورانا فيشنا. وهسه اتصالات مفقودة يعني ما عارفين نيجي بس نحن قاعدين على الله بس. فقدنا العلاجات وفقدنا كده خلاص لما العالم خلاص اشتد عليه قمت سفرته قدامي. جبت هنا كوستي رسلته سفرته مع ناس كده جو كوستي. جيت أنا حصلته بعد شهر. جيت يا ما عانيت معاه ونزلنا في المدرسة هناك بتاعت كوستي دي ودرجتنا مستشفى كوستي. الحمد لله ما بتر رجله ويتوفى أخوي أكبر مني. نحن اثنين بس ولا وراي ولا قدام أنا صغيرة واحدة. الحمد لله دفنت في مقابر كوستي وعانيت الكثير والبيت وراي انسرق. البيت كلها انسرقت ما عندي أي ملجأ تاني. رغم هذه الإفادات شديدة الألم إلا أنها مجرد أمثلة فقط إذا ضعفناها أضعاف كثيرة ربما ترصد لنا واقع أهل السودان بالمجمل تحت عام كامل من الحرب شديدة القسوة من زوايا عدة ربما نحاول أن نستعرضها مع ضيفي أيضا ينضم علي من بورت سودان الأستاذ عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. يا سيد عدنان أهلا وسهلا بحضرتك. عام كامل على الحرب الأمم المتحدة تقول إن هذه ربما أسوأ أزمة نزوح ومرشح لأن تكون أيضا أسوأ أزمة جوع كذلك. إذا حاولنا أن نرصد هذا العام بالمجمل قبل أن ندخل في تفاصيله كيف تراه؟ أولا شكرا جزيلا على استضافتي في برنامجكم. إذا أردت أن أوصف هذا العام هو عام الفقدان. فالشعب السوداني خلال هذا العام من الصراع فقد الأمان، فقد المأوى، فقد الأهل، فقد الخدمات، فقد كل شيء، أو بالأصح جعل حياته من الكفاح اليومي للحصول سواء على المأوى، على الغذاء، على الأمن بدرجة الأساسية. الوضع الإنساني اليوم للأسف الشديد مع دخول السودان عاما آخر من هذا النزاع تعكسه القصص التي ذكرتموها، وكذلك ما نراه نحن على الأرض قصص تحزن القلوب وتعكس مأساوية هذه الأزمة الإنسانية. هناك الآن عندما نرى الأرقام التي سواء التي ذكرتموها عندما نتكلم عن أكثر من 6 مليون نازح، كل نازح لديه قصة. قصة عندما نسمع قصص النازحين تخيل أن بعض هذه النازحين اضطر أنه يسافر أو يمشي على رجلين لمدة 2 أو 3 أيام وحتى أسبوع حتى يصل إلى مكان الأمان. من بين كذلك أكثر من 2 مليون من نحاول اللجوء إلى مناطق إلى الدول الجوار بحثا عن الأمان والمأوى. إلى جانب العام هذا هو عام للأسف الشديد هذا ما نسمعه من السودانيين أنه عام سيء مأساوي لم يتوقعوا أن يكون أن يصل الحال بلادهم إلى هذه. ونحن سنسمع أيضا منهم يا أستاذ عدنان الكثير من القصص وربما تستطيع حتى أن تتحاور مع بعضهم. أنا أريد أن أناقش مع حضرتك بعض النقاط تحديدا سواء ما يتعلق بالوضع الصحي مثلا أو وضع الغذاء أو طبيعة إدخال المساعدات. كل هذه التفاصيل التي نحن بحاجة أن نعرف عنها معلومات ربما، لكن أيضا أريد أن أسمع القصة بكلماتكم بأصواتكم أنتم. أذهب إلى كمال. كمال يحدثني من الخرطوم على وجه التحديد. كمال أهلا وسهلا. عام كامل من الحرب كيف أثرت عليك وعلى أهلك وعلى محيطك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أتمنى أن يكون الصوت واضح. الصوت واضح يا كمال، تفضل. أولاً التحية السادة المشاهدين والمستمعين على إعداد قناة BBC عربي نيوز. في الحقيقة هذا العام هو عام الرمادة الذي يعني أنا أعتقد بشكل كبير جدا أثر تأثير كبير جدا على كل السودانيين، وهذه المرة الأولى التي يعاني فيها السودانيين هذا العناء. فلذلك هذه الحرب تكون في هذه الحرب
حقيقة قد تكون هي نوعها يعني ممكن يكون حجرت جزء كبير جدا من الشعب السوداني جعلته يذهب إلى دول الجوار وجعلته أيضا يذبح في معسكرات اللجوء. أنا أعتقد دي واحدة من أول النقاط التي يعيشها الشعب السوداني، ولذلك نحن أو الشعب السوداني بشكل كبير جدا هو ينقص هذا الغال الذي يدور. فلذلك نحن حريصين جدا على هذا المهم. أما بخصوص مرور عام كامل على هذه الأحداث فهي أحداث جدا ولا حتى دور كافيا يعني أن يعني كانت طيب. انا كمال انا بعتذر بس لانه واضح انه الخط ليس جيدا. اسمع جزء من حديثك طبعا، واتمنى ان اكمل معك الكلام ايضا، ربما اعود اليك حال استطعنا ضبط جوده الصوت، لاني اريد ان اسمع قصه كمال. ربما الصوره العامه سيخبرني عنها ضيوفي، سيخبرني عنها استاذ عدنان لاحقا، لكن انا معني بان اسمع قصصكم أنتم، كيف أثرت الحرب عليكم وعلى أهلكم على وجه التحديد. لذلك أريد أن أتحول إلى إدريس. هنا إدريس يحدثني من دارفور. إدريس لم يتمكن من الخروج من دارفور رغم أوضاع سيئة وشديدة الخطورة كما فهمت. إدريس أهلا وسهلا، عام كامل كيف أثرت هذه الحرب عليكم؟ أهلا وسهلا ومرحبا بالبي بي سي، وشكرا للاهتمام على هذا الحرب الذي أثر أثرا كبيرا على جميع نواحي الحياة في السودان، السودانيين أصبحوا لاجئين وناجحين. وحقيقة الحرب قلب حياة السودانيين رأساً على عقب. حقيقة هذه هي وصف أقل من الموجود الآن. كيف قلبت حياتك أنت يا إدريس؟ يعني كيف أثرت على الأسرة أو على عملك مثلا، أو حتى على الإحساس بالأمان نفسه أو القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية؟ انقلنا، ضعنا في صورة حياتك أنت، كيف تغيرت بسبب هذه الحرب؟ حياتي تغيرت بسبب هذا الحرب، لأن توقفت العمل، لا يوجد هناك عمل تتكثف من ورائه، لم يكن الإحساس بالأمان، فقد تماما الأمن القدائي، الأمن على الحياة، العمل، كل نواحي الحياة حقيقة يعني توقف تماما ولا يوجد إحساس بالأمن. لم يترك لنا شيء. عشنا كل تلك الخطر ونخرج، ولم نستطيع حتى لأن الأوضاع الاقتصادية أصلا نعاني منها زاد سوءا بالحرب، وخاصة منطقة دارفور بتعاني قبله 21 عام من صراعات وحروب. فجاءت هذه الحرب على تلك المعاناة القديمة، كذلك المعاناة. دي نقطة مهمة جدا يا إدريس، وأرجوك اخبرني بتفاصيل أكثر عنها، لأنه دارفور من البؤر شديدة السخونة في هذه الحرب، ولديها كما ذكرت إرث من حرب سابقة أيضا. أيوة نعم كما تعلمون أنا الحرب في دارفور قديمة جدا، منذ بدأ 20 عام ماضية قبل الحرب الأخير. فكان إفرازات الحرب وتأثيرات القديمة كانت شديدة على دارفور.
بالرغم ان الحرب كانت شديده، ولكن افضل من الان، افضل نوعا ما من الان. فلما جاءت هذا الحرب حقيقه لم يترك شيء، فتغيرت الحياه وساءت بقدر السوء الذي كان فيه، بقدر السوء اللي كان موجود ساءت اكثر فاكثر، فانعدمت كل شيء، كل شيء انعدمت، الحياه الكريمه انعدمت، فرص العمل انعدمت، يعني اسر. انا شخصيا يمكن بعد الايام، فحتى لما جيت ما ناكله في بعض الايام في 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 في, في هذا الحرب في بعض الايام لما جيت ما ناكله حتى. يعني هي القصص سنستمر في الاستماع إليها. إدريس، أنا بشكرك شكرا جزيلا طبعا على إعطائنا جزء من وقتك، ونتمنى ألا تأتي ذكرى ثانية على هذه الحرب، فقط نقيمها بعد عام، وأتمنى أن تجد فرصة للحل. سأحاول أن أتوقف عند نقاط بعينها أستاذ عدنان، وخلينا نبدأ بالقطاع الصحي على وجه التحديد، لأنه شديد الصلة بعملكم أيضا. الصحة العالمية تتحدث عن أنه 30% من المرافق الصحية فقط تعمل في السودان، وتنذرنا بانهيار تام للقطاع الصحي ربما في هذا البلد. ما هي المعلومات المتوفرة عن القطاع الصحي وقدرته على أن يخدم هؤلاء؟ إدريس وغيره من الأصوات التي سنسمعها. للأسف الشديد هذا النزاع أثر بشكل كبير على مجمل القطاعات الخدمية والحيوية، والذي أخذ نصيب الأسد هو القطاع الصحي. نتكلم اليوم عن أكثر من 70% من المنشآت الصحية التي لا تعمل، والباقي الذي يعمل حاليا يفتقر للموارد، للمواد الطبية، للمواد الجراحية، وكذلك الكوادر المؤهلة. تخيل أن حتى هذه المراكز التي قائمة حتى هذه اللحظة، والتي تستطيع أن تقدم خدماتها ولو بالشيء المحدود، للأسف الشديد لا تلبي احتياجاتها أو تداعيات هذا الصراع. هناك عشرات الجرحى، وقد أقول مئة الجرحى، الذين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات للحصول على الخدمات الصحية، نتيجة لعدم قدرة تلك المستشفيات على الاستيعاب. هناك جرحى يظلون في البيوت أسبوع أو أسبوعين حتى يأتي دورهم ويتلقون المعاينة الجراحية. للأسف الشديد القطاع الصحي هو أكثر من تأثر به بنتيجة لهذا الصراع. طبعا القطاعات الأخرى لها كذلك نصيب من هذا الأثر، ولكن ما نشهده أن القطاع الصحي أخذ النصيب الأكبر، وخاصة أنه في مثل هذه الحالات، مثل هذه المنشآت هي موكلة للحياة، هي أساس لإنقاذ الحياة. وإذا كان الصراع بهذه القوة وهذا الحجم يا أستاذ عدنان، أتصور أنه هذا بيجعل هذه المنشآت وإمكانية وضرورة أن تبقى عاملة على الأرض، هذا أمر حيوي جدا للحفاظ على الحياة. للأسف انهيار القطاع الصحي ومصابين وتراجع في القدرة على تقديم الخدمة، تضاف إلى أوضاع اقتصادية ونزوح وخلافه، لكن أيضا هناك حالات اختفاء، وهناك من لا يعرف أين هم على وجه التحديد. ومن هؤلاء ربما أريد، أو عن هؤلاء أريد أن أسمع كاميليا تنضم إلي على زوم. كاميليا لها تجربة مباشرة مع هذه الحرب عن طريق ابنها، اختفى لمدة 6 أشهر، وأيضا أولاد أختها لا يستطيعون العثور عليهم بالأساس، هذا واحد فقط من الأشياء التي جلبتها الحرب لهم. أستاذة كاميليا أهلا وسهلا بك، نحن بعد عام نحاول أن نقيم هذه الحرب وما فعلته بأهل السودان، لكن أريد أن أبدأ بقصتك أنت، ابنك وأولاد أختك كذلك. السلام عليكم، سامعني؟ سامع حضرتك بوضوح، أهلا وسهلا. السلام عليكم. أول حاجة يعني الحرب دي ما كانت بإرادتنا نحن، وفرضت علينا، والهجوم كان كبير جدا. أول حاجة التخريب الصحي والحاجات اللي تكلمت عنها دي كانت عملية ممنهجة من جانب الميليشيات لتفرض وجود دولي لوضع يدهم على السودان. يعني حتى التخريب ده
ما من الميليشيات لوحدها بتحريض دولي، لانه عايزين يضعوا ايدهم على السودان، لانه دارين السبب للتدخل في شؤون السودان. نحن ما زلنا صامدين. يعني انا بالنسبه لي ابني اختطفوه 6 شهور وضرب وعذب، والدقيق بنفس الطريقه، ولاد اختي 2 مختفين مش ملاقين لهم. اوكي، اختي كانت متواجده في البيت لوحدها في بيتنا ما مع اي حد. بعدين صمدنا صامدين، يعني حتى احنا لو مرينا بسيناريوهات اكثر من كده كنا صامدين وصابرين ومجهزين ومستعدين ليه؟ لانه دي كرامه الوطن وده وجودنا نحن في بلدنا. هم اساسا بيعملوا التخريب ده في المستشفيات وفي المرافق الصحيه والحاجات دي ليجبرونا او يجبروا عايزين تدخل دولي. التدخل الدولي ده حيدي الميليشيات دي حق وجود في اراضينا نحن لا نقبل به، حتى لو نسبه 1%. نحن لو اديناهم وجود في بلدنا نسبه 1% معناته احنا سلمناهم بلدنا. نحن جاهزين لكل السيناريوهات، مش اولادنا، كلنا احنا ودخلنا ومتنا في السودان، لو الشعب السوداني ده كله بجيش توفى. طيب، لكن خلال هذه الأشهر الستة يا أستاذة كاميليا اللي اختفى فيها ابنك، ما كنتوش تعرفوا عنه أي شيء ولا؟ أبداً لغاية ما ظهر، ولغاية ما احنا دخلنا علاقات وواسطات وناي، فطلعوا وطلع ابن أخوي برضه نص الطريق في عندي أولاد أختي 2 مختفين الآن. سمعنا أخبار إنه يقولوا صفور، وفي ناس يقولوا لسه موجود، ما عارفين الحاصل شنو. وابني لما طلع حكى لي إنه الميليشيات دي فتحت راسه وكان في غيبوبه، يمكن راسه مفتوح كم 20 غرزة وجسمه كله مقدد. ابن اخويا وراني كيف اثار التعذيب على جسمه. يعني الميليشيات دي ما منفجه لانها تهجر الشعب السوداني، تدمر البنيه التحتيه، وتقتل اولادنا، وتهجر الشعب السوداني من اراضيه. يعني الشيء ده شيء مش، الميليشيات دي محرضه إنها تعمل الحاجة. وأولاد أخت حضرتك لسه لا تعرفون أين هم يعني إلى الآن ولا؟ أبدا لا تعرف عنهم أي شيء. ما مشكلة، هم ما أقدم من أن ماتوا. أقول لك شيء، إحنا فقدنا قدمنا آلاف الشهداء، الجيش ده قدم آلاف الشباب من الشهداء. أوكي، وده كله مش مهم ليه؟ لأنه دي كرامة وطن. يعني وأكيد أي روح يا أستاذة كاميليا مهمة، وأي فرد للأسف يجد نفسه وسط هذا النزاع، خاصة إذا كان نزاع سوداني سوداني داخل البلد الواحد، هذا ربما يضيف شيء من المرارة على هذا الأمر. عموما الحمد لله على سلامة ابنك، ونتمنى أن تستطيع أختك أن تصل إلى معلومات عن أولادها. واحد من الأشياء أطلقتها الأمم المتحدة بشكل مباشر فكرة التحذير من مجاعة، لأنها تقول إنه السودان مرشح أن يحدث فيه أسوأ مجاعة في العالم، وهذا أيضا أمر غريب جدا لبلد يوصف أو كان يوصف بأنه سلة غذاء العالم. من بور السودان أيضا الأستاذ محمد جمال الدين المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان ينضم إلي الآن. سيد محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. أسوأ أزمة جوع ربما في انتظار السودان، أرجوك أعطيني تفاصيل أكثر أو معلومات إذا كانت متوفرة لدى برنامج الأغذية العالمي. مرحبا وشكرا على الاستضافة. فعلا السودان حاليا يواجه أسوأ أزمة جوع، وخصوصا مع اقتراب موسم الجفاف اللي هو بيبدأ في شهر 5 مايو، اللي هو بطبيعته هو موسم بيشهد فيه السودان انخفاض في معدلات الأمن الغذائي، ودل اللي بينذرنا بخطورة الوضع خصوصا مع استمرار القتال وصعوبة الوصول للمناطق اللي بيستعر فيها القتال. ده بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني. بالنسبة للزراعة نفسها أستاذ محمد، لأنه البعض قد يقول كيف تحول السودان من سلة غذاء العالم إلى بلد يواجه مجاعة، يعني هل توقفت تماما أعمال الزراعة بسبب الحرب، ولا ما الذي أدى إلى هذا التحول؟ هي لم تتوقف تماما. في بعض الولايات اللي هي آمنة نسبيا ما زالت تجري فيها عمليات الزراعة، ولكن المشكلة بتبقى في زيادة أسعار منتجات الإدخال وصعوبة الحصول على الوقود وغيرها من الصعوبات اللي بتواجه البلد. ده بالإضافة لموجات النزوح الكبيرة حصلت في السودان، لأنه حاليا في أكثر من 8 ملايين شخص نزحوا داخليا وخارجيا.
الآن كم عدد الأشخاص بحاجة إلى مساعدات غذائية مباشرة، وهل من السهل توفيرها أيضا بسبب ظروف الأمان والحرب كذلك؟ حاليا يوجد حوالي 18 مليون شخص بيعانوا من الجوع الحاد، فلك أن تتخيل، وهذه الأرقام بالتأكيد معرضة للزيادة مع استمرار القتال واقتراب موسم الجفاف. 18 مليون شخص داخل السودان بيعانوا من الجوع الحاد، ويوجد 5 ملايين منهم في وضع الطوارئ. المؤسف أنه برنامج الغذاء العالمي قادر يوصل ل 10% فقط من هؤلاء 5 ملايين اللي هم وضعهم حري على بعد خطوة واحدة من يكونوا في التصنيف الخامس اللي هو وضع ما يشبه المجاعة. لماذا لا يستطيع أن يصل الباقين يا أستاذ محمد؟ بسبب تعنت الأطراف المتحاربة في السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول. مؤخرا في شهر نهاية شهر مارس كان في خطوة جيدة من السلطات السودانية بالسماح للقافلتين للمرور إلى إقليم دارفور عبر الحدود الشادية، ولكن التجاوب غير كافي، خصوصا أنه في مناطق مثل الخرطوم بحري والخرطوم نفسها بالإضافة لولاية كردفان الكبرى دي حاليا البرنامج غير قادر للوصول إليها، بالإضافة لأنه أصلا حاليا يستحيل الوصول لإقليم دارفور من خلال السودان. هل في بدائل يا أستاذ محمد؟ يعني هذه المناطق التي لا تصلون أنتم إليها، هل لديكم صورة ما هي البدائل؟ كيف يأكلون؟ كيف يعيشون تحديدا؟ يصعب تصور الوضع الحقيقة، لأنه في مناطق حتى البرنامج ما عنده أكسس أو وصول لها عشان يعرف مدى سوء الأوضاع، ولكن يمكن التنبؤ بسوء الوضع، خصوصا أنه البرنامج لم يستطع الوصول لبعض المناطق منذ بدء القتال، زي مثلا منطقة الخرطوم بحري وبعض مناطق دارفور، فده وضع بينذر بكارثة قادمة، خصوصا مع كما ذكرت مع اقتراب موسم الجفاف. أشكرك أستاذ محمد جمال الدين المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان، شكرا جزيلا على التواجد معنا. خليني أستمر في السماع لقصصكم أنتم، ما ترونه لنا عن معاناة الحرب، سواء على لسان المتواجدين داخل السودان أو عن طريق أهليهم في الخارج. أريد أن أذهب إلى أيمن على زوم. أيمن أهلا وسهلا بك، أنت متواجد في الخارج صحيح، لكن أعلم أنه أهلك ما زالوا في السودان وعانوا كثيرا من فكرة النزوح، هذه على وجه التحديد فكرة النزوح من مكان إلى آخر. أعطيني صورة كيف مر هذا العام عليهم أرجوك. التحية لك أخي محمد ولضيوفك الكرامة لجميع السادة المشاهدين. في البدء لا يمكن أن نفصل ما بين فصيلة هذا العام من الجانب الإنساني عن المرارات العسكرية والمسببات العسكرية التي كانت سببا مباشرا في الآلام التي مر بها الشعب السوداني في هذه الحرب المأساوية. ومن الصعب جدا أن نفصل الوقائع والحقائق من هذه الزاوية، هذه الحرب المأساوية التي أشعلتها بصورة مباشرة قوات الدعم السريع بسبب انقلاب فاشل. وعندما فشل هذا الانقلاب قررت أن تشعل في السودان وتحرقه، ولا يمكن أن نتجاوز المأساة التي يمر بها الشعب السوداني من نزوح ولجوء. ويجب أن نسأل من كان سببا في هذا النزوح، ومن كان سببا في هذه الأرقام الهائلة كأكبر حصيلة للنزوح في العالم داخليا وخارجيا، من كان سببا في تجويع المواطنين في القرى وفي الولايات، من كان سببا في احتلال المستشفيات ومنع الحالات الحرجة من العلاج، من كان سببا في تعطيل الحياة وسلبها. هذه الوقائع لابد لنا أن نوجهها بشجاعة وجرأة. فقوات الدعم السريع عندما قامت بهذه الأفعال قامت بها باسم الديمقراطية الكاذبة، للأسف الديمقراطية التي تم احتلال المنازل وتهجير أهلها، الديمقراطية الكاذبة التي باسمها تم اغتصاب النساء، الديمقراطية الكاذبة التي تم تصفية 15 ألف شخص في دارفور. وهذه وقائع
إنها ليست آراء شخصية إنما هي وقائع. وأنا أنا مدرك تماما يا أستاذ أيمن أنها ليست آراء شخصية. الفكرة أن هذه الاتهامات تلقى للطرفين حتى من أطراف دولية تهم الطرفين بانتهاكات اليوم، لأنه مرة عام أريد، وأنا أعرف أنه صعب جدا أن نحاول أن نتجنب الحديث السياسي للحديث عن أوضاع أهل السودان نفسهم وكيف عانوا خلال هذا العام. جيد جدا أن حضرتك ذكرت نقطة النزوح، لأنها ربما تمر علينا ككلمة لكنها إذا عشناها هي كلمة شديدة الألم وليست سهلة. كيف عاشت عائلتك النزوح من مكان إلى آخر خلال هذه السنة؟ عاشت بشكل مؤلم ومأساوي في الحقيقة، نظرا للمهددات التي يعيشونها الآن من نقص في الغذاء والتكاليف العالية حتى نوجد وشبه انعدام تام للأدوية في الولايات الآمنة والتي يفترض أنها تكون آمنة وخالية من المظاهر العسكرية، وما زالت هنالك مهددات عسكرية. أنا لست في مقام أدافع فيه عن عن عن, عن طرف أو طرف آخر، ولكن أنا هنا لأجيب عن الأسئلة التي لابد لنا أن نطرحها بشكل واقعي. من كان سببا في هذا النزوح؟ من كان سببا في هذا الألم؟ من كان سببا في هذا الجوع؟ صندوق الغذاء العالمي بتاريخ 28 ديسمبر السنة الماضية أصدر بيانا وتقريرا واضحا يشير فيه إلى أن قوات الدعم السريع قامت بسرقة المخازن التي باستطاعتها أن تغيث آلاف الأشخاص لفترة كافية. هذه الأسئلة لابد لنا أن نجيبها. الآن المكان الذي استقروا فيه، أولا كم مرة نزحت الأسرة أستاذ أيمن؟ والمكان اللي استقروا فيه الآن هل هو آمن نسبيا على الأقل، أو فيه المقومات الأساسية على الأقل، ولا ما زال من الصعب العيش؟ من الصعب العيش طبعا، من الصعب العيش في هذا البلد. يصعب على الكل العيش، يصعب على الكل إيجاد المسكن المتاح أو إيجاد الغذاء الكافي أو العلاج الضروري جدا. من الصعب جدا يعني أن نتكلم عن هذه الأشياء. عائلتي أنا تحديدا نزحت أكثر من 3 مرات خوفا وهلعا من المرارات التي تهددها. أنا شخصيا نزحت أكثر من مرة خوفا هو من فكرة النزوح هذه مرت علي فترات كانت مؤلمة جدا من التهديدات التي ألقاها في بعض المناطق. هو كثير المشاركات التي وصلت إلينا وتحدثت عن فكرة النزوح من مكان إلى آخر على وجه التحديد والتكيف في المكان الجديد، ثم بعدها فورا النزوح إلى مكان آخر. وكما ذكرت عندما نحاول أن نستوعب هذه التفاصيل وألا نتعاطى معها كجملة بسيطة تفاصيلها شديدة الألم. وقام أيضا من نزح أكثر من مرة، حوالي 4 مرات داخل السودان حتى تمكنت أن تخرج الآن. هي متواجدة في شرق إفريقيا على وجه التحديد. وقام أهلا بك في نقطة حوار. أريد أن تخبريني على فكرة النزوح هذه والتنقل من مكان إلى آخر حتى الخروج خارج السودان، وكيف مر هذا العام عليك؟ عام كامل من الحرب. طيب إزيكم، أتمنى تتعادل مرة جاية نتكلم وإحنا بلدنا آمنة. فكرة النزوح هي فكرة، يعني أنا اشتغلت في معسكرات، فبس لما بتشوف الحرب في روحك وإنه أنت بتمشي لأماكن أنت ما عارف هتقدر تعيش فيها، بتقدر فكرة إنه امتيازات البسيطة اللي كانت عندك، امتياز البيت، امتياز إنه أنت نوعا ما آمن لأنه ما كان في أي أمان تحت انقلاب البرهان وتحالفه مع الدعم السريع والحركات المسلحة. النزوح لما تطلع وانت بس الحاجة الأخيرة اللابسة بتحاول تشيل حاجات ما مفهومة. يعني لو كان مثلا زي الدول المحترمة قال لنا انه يا اخي حيكون في حرب او الحرب دي خارج اطار المدنيين او اخلوا الاماكن، نوعا ما كان ممكن حياتنا تكون احسن انه احنا نطلع من غير اي حاجة، ما معنا قروش، ما معنا ملابس، بس انت شايل الخوف وطالع. لكن وقتها يعني وللآن النسيج القاعد وبيوت السودانيين الفاتحة برغم الفقر القاعد بيحصل وعدم فرصة النجاة نهائيا، الأربعة والخمسة شهور اللي أنا قعدتها في السودان نجيت بيها ببيوت أنا ما حصل دخلتها، لكن فتحوا أبواب وقعدنا فيها.
لحد ما جيت أطلع. أنا بس بتذكر العسكري الأخير اللي منعنا من إنه إحنا نطلع من الحدود، فطلعنا بعربية كارو فوقفنا بتاع جيش في نص المزارع ورفع علينا سلاح وقال لنا أنتم ماشيين وين؟ ورهان قال ما في زول يطلع. فقعدت أقول له وأنا عيانة، أنا بس محتاجة أخذ دواء خليني أطلع. فخلاني أطلع بعد ما أخذ مني رشوة بتاعت قروش، يعني آخر قروش اللي طلع بها شال العسكري بتاع الجيش، وقام قال لي أدعي لنا بالانتصار. ودي كانت أكثر حاجة عبثية، في إنه أنت كنت هتقتلني قصاد إنك عايز تاخذ رشوة وأنا ناجية بآخر حاجة بتقولي إنه أنا أدعي بالانتصار. الحاجة دي بس عشان نقول إنه فكرة السلام نفسها أو فكرة الحرب نفسها لازم الدولة السودانية والشعب السوداني يفوت في تفاصيلها، يقدر يفهم إحنا ليه عايزين سلام، إحنا ليه عايزين نعيش مع بعض، ليه من حقنا كبدنيين ممكن كلها ترتبط. طيب لكن أنت وإيام أيضا نقطة مهمة، لأنه أعلم أنك مهتمية على وجه التحديد بتوثيق القضايا المرأة والعنف ضد المرأة، وفي هذه الحرب هناك الكثير من الروايات والقصص عن ما ألم بالمرأة. لكن بما أننا نتحدث عن النازحين، الأمم المتحدة تقول أنه أكثر عدد من نزح هم من النساء كذلك. ما أبرز القصص سريعا جدا التي رصدتيها من نساء على وجه التحديد خلال الحرب؟ اللي هو دايما الخوف من الاغتصاب. أنا شغال على توثيق العنف في فترات العسكرة، عفواً في فترات العسكرة، الأماكن اللي ما دخلت قوات الدعم السريع لما بتهدد بأنها هي داخل البنات بيمشوا يشتروا حبوب من على الحمل، خوفاً بس من الاغتصاب. الأمهات بيحنوا للبنات يدينهم ورجلينهم. وبارح كان في قصة عن واحدة قالت إنه الأبو لما خاف على البنت الصغيرة من الاغتصاب في القرى، في قرى الجزيرة اللي احتلها الدعم السريع، حلق لبنته شعرها وربطها في شوال ورفعها مع العفش عشان تطلع، خوفاً على أمن الاغتصاب. قوات الدعم السريع بتغتصب بصورة ممنهجة. بتذكر مجموعة من البنات تم اغتصابهم لأنهم هم ما قدروا يطلعوا من البيوت لأن المواصلات ما رضت تأخذ معهم حيواناتهم اللي في البيت، حيوانات الأليفة اللي في البيت، فتعرضوا للاغتصاب. حالات الاغتصاب اللي بتمارس فيها الدعم السريع هي عبارة عن شهوات بتصورها، بتتبادل الصور دي والفيديوهات دي بيناتها. وفي حالات في السودان حالياً عن الجنس مقابل الغذاء اللي هو اغتصاب، ما عنده أي تعريف تاني. القوات الدعم السريع لما لقت إنه هي بقت متهمة دائماً وهي بتوثق الاغتصابات، قالت إحنا بنعرس بنتزوج البنات دي اللي هو اغتصاب تحت السلاح. هو هذه الشكوى رصدت خلال العام الماضي على وجه التحديد استهداف النساء. للأسف كل طرف يتهم الطرف الآخر بتعمد القيام بهذا الأمر كما ذكرت، والأمم المتحدة توجه اتهامات للجانبين. أعتقد أن التوثيق الحقيقي والبحث في هذه القضايا ربما يجب أن ننتهي الحرب أولا للأسف طبعا حتى يتم التدقيق في كل هذه الشهادات. أستاذ عدنان أعود إلى حضرتك، وربما في صلة بما ذكرته وئام، فكرة النزوح والقدرة على تقديم مساعدة لكل هؤلاء والقدرة على العمل أصلا سواء داخل السودان أو حتى في الدول التي خرجوا إليها، وكيف تصنف أو تقيم مستوى الدعم المقدم إلى الآن؟ بالبداية ما ذكره ضيوفك الكرام هو يعكس مأساوية الواقع الإنساني الذي وصلت له السودان، وكذلك يعكس مدى ما نقوله عدم احترام الأطراف للقانون الدولي الإنساني. فهذا القانون الذي هو قانون الحرب لو تم احترامه، وهذا ما تناشده اللجنة الدولية الصليب الأحمر منذ بداية هذا الصراع وحتى منذ الصراعات السابقة التي شهدتها السودان، أن يكون هناك احترام لهذا القانون وأن تلتزم هذه الأطراف المنخرطة بهذا الصراع باحترام قواعد هذا القانون وروحه. لو كان هناك احترام لكان هناك تسهيل الوصول للغذاء، كان هناك تسهيل للوصول إلى المياه، إلى الرعاية الصحية، إلى أن يستطيع الناس أن تعرف مصير أبنائها. للأسف الشديد نحن ومثل المنبركم هذا ندعو جميع الأطراف إلى احترام هذا القانون، لأنه سيكون هناك له انعكاس إنساني في التخفيف من هذه المعاناة. بما يخص نقول العمل الإنساني، كذلك العمل الإنساني للأسف الشديد يعاني من صعوبة الوصول، إلى جانب حجم الاحتياجات الكبير جدا
نتحدث اليوم عن ملايين السودانيين الذين بحاجة إلى المساعدات في مختلف المجالات. نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومن خلال المتطوعين إلى الأحمر السوداني شريكنا الموجود على الأرض نحاول قدر المستطاع من خلال تدخلاتنا الإنسانية البسيطة وأقولها مقارنة بالاحتياجات المهولة. وخلال هذا العام الماضي حاولنا تقديم ما يمكن تقديمه من تقديم المعونات المعاناة. قمنا بتوزيع مساعدات غذائية وكذلك مالية لأكثر من 140 ألف نازع. حاولنا من خلال دعمنا لسلطات المياه لتوفير المياه لأكثر من المياه النظيفة الصالحة للشرب لأكثر من 2 مليون سوداني. حاولنا من خلال ومنذ الأيام الأولى دعم القطاع الصحي وخاصة القطاع الجراحي لتزويد معظم المستشفيات بمواد جراحية لتتمكن من تقديم خدمة الجراحة مئات الجرحى. وبالرغم من ذلك ما أفهمه من حضرتك وما أفهمه من الكثير من التقارير الأممية كذلك أنه كل هذا ليس كافيا. حجم الكارثة كبير جدا للتغطية ولخدمة هؤلاء وهناك صعوبات كثيرة أخبرنا بها الأستاذ عدنان لعمل أصلا المنظمات الإنسانية. بشكرك أستاذ عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من بورت السودان. وما زلت أستمع للكثير من الإفادات سواء من أهل السودان في الداخل داخل السودان أو من خارجها. مصطفى ينضم إلي الآن على زوم. مصطفى أهلا وسهلا. أستاذ عدنان كان يتحدث أنه أحد الصعوبات أنه السودانيون لا يستطيعون أحيانا التواصل مع بعضهم البعض نظرا لصعوبة في الاتصالات أو قطعها عن عمد أحيانا. وأنا أعلم أنه والدك مازال في أم درمان وفي منطقة خطيرة ويصعب التواصل معه كثيرا. طيب أنا قبل ما أتكلم عن النقطة دي عندي نقطة عايز أتكلمها أنه في ناس كثيرة مع العايشين برا السودانيين وما كانوا في السودان. أنا قبل 4 شهور كنت هناك. يعني الواحد ما كان يتخيل انه يحصل اليوم كذا. يعني الحاجات تحصل لنا قدامنا. يعني تجارك بيموت لانه ما في انسولين تدفنه قدام البيت لانه ما في اصلا تقدر توصل للمخابر. حتى لما نجحنا مشينا منطقه زي الدوين عندنا صاحبنا في مدني ولده عنده فشل كلوي ما في الدواء رسمنا له الدواء لكن للاسف ما لحق ورد توفى. فانت بتعيش معاك تتمنى انك تموت قبل ما تشوف الحاجات دي. وللاسف في الناس البرة او مع الحرب ما بتحس انه ما في امكانيه او ما عايشين المعاكي دي غير الجوع غير انه ابوي انا مثلا له 4 شهور ما كنت عارف عنه حاجه. ما في اتصال. كان فجاه الحمد لله جات الاتصال اتمنيت عليه وكان حتى انه اتصاب ووقع ورجله اتكسرت طبعا معاناه عشان يتعالج معاناه كبيره وانا كبير في السن عشان يتعالج. بعد كده ثاني فقدت الاتصال. حاجات والله الحمد لله بس قول لي يا مصطفى قول لي ما زلت اسمعك تفضل. بس الوضع انا ضد الحرب وضد ما يسمى انها حرب كرامه او حرب ديمقراطيه. انا ما ادخل في السياسه لانه هم الطرفين دحروا بالسلطه بس الاثنين ما شايفين المواطن ما شايفين المعاناه ما شايفين الموت. ما في ادويه. انت لو مرضت اعتبر نفسك موت مرضت هتموت. حتى الموت حتى انك تدفن قدام بيتك على فكره دي رفاهيه. يعني انا لغايه كنت المنظر انا طالع من درمان وانا ماشي في الدين أنا بشوف الجزر قدامي والكلاب بتاكل لغاية الصورة دي ما ماتت من بالي. إنه تشوف الكلاب بتاكل في الجزر حاجة سيئة جدا. الحمد لله بس. هل بيتلقى الأهل أي مساعدات يا مصطفى؟ هل المنظمات الدولية قادرة على أن تصل إليهم؟ هل يخبروك إنه في أي مساعدة من أي نوع؟ أنا أبوي لأنه رافض نهائي يطلع وحاسس إنه خلاص الحياة إلا يموت هنا. فأنا الوحيد اللي قادر إني لو جات الشبكة يعني أحاول إني أوصل للناس. ما في حاجة حتى الأكل والحاجات دي بمعاناة يعني حاجة صعبة شديد يعني. مصطفى خليني أسمع أولاً كل التحية والاحترام والتقدير للوالد ولكل الأسرة ومقدر تماماً لمشاعر حضرتك خلال المشاركة
معنا كل الاحترام والتقدير لكل أهل السودان. خليني أسمع النذير أيضا، أريد أن أسمع وجهة نظرك كذلك أستاذ النذير، لأنه مر عام كامل، الأوضاع الإنسانية شديدة المأساوية الجميع يرصدها لنا، وللأسف لا نعلم متى يمكن أن تنتهي الحرب لكي تتحسن هذه الأوضاع كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بدءا أشكركم على الاستضافة وتسليطكم الضوء على أكبر كارثة في العصر الحديث تسببت في تشريد ونزوح وليوء الملايين من أبناء الشعب السوداني، وهي قضية النزاع في السودان الذي مضى عليها ذهاء العام ونيف، ومورست فيها جميع الجرائم الفظيعة والبشعة ومخالفات للأعراف والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقانون الحرب، وتسببت في نزوح الملايين الذين أغلبيتهم لا مأوى لهم، ولا حتى مع الأسف الشديد يواجهوا دخول في اللجوء لبلدان أخرى. وحسب القانون الدولي والأعراف الدولية هنالك مؤسسات رسمية وجهت معنا حر تهم إرهاب لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات، وللأسف الشديد رغم التصنيف حتى الآن لم نرى أي تحرك أو إصدار مذكرات لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإلقاء القبض عليهم. وبالمقابل واضح أنه لا توجد أو لا يوجد أفق لحل سياسي قريب يا أستاذ نذير، وبالتالي أعود للشق الإنساني اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة، كيف يمكن أن يتحسن في ظل أنه المسار السياسي متعثر إلى هذه الدرجة؟ والمسار السياسي محترمي لوجهة نظرك ليس بمتعثر، لكن هنالك بعض النزاعات الدولية كما أظن شغلت الرأي العام الدولي والمؤسسات الدولية والدول العظمى صاحبة القرار عن الحرب في السودان. زد على ذلك الإعلام في السودان تأثر بالحرب، والكل يعلم بأن الإذاعة تم تحريرها قبل أسابيع. يعني كل العوامل واضح أنها تدفع باتجاه استمرار التأثير شديد السلبية على أهل السودان، حتى فيما يتعلق بالإعلام نفسه تأثير شديد السلبية عليهم وعلى ظروفهم الحياتية. براين، أريد أن أسمع وجهة نظر حضرتك أيضا، عام كامل من الحرب، كيف تقيم ما هي أبرز النقاط التي تتوقف عندها وكيف تتوقع المستقبل؟ شكرا محمد و فريق الإعداد على الاستضافة، وأنتم من المهتمين القلائل بأمر السودان الذي يبدو أنه نسي في زخم الأحداث العالمية. وكعادة السودان دائما يعني لا أفارقته ينصرونه ولا عربه يدعمونه يعني، وفي النهاية راح كده. لكن يعني لما كان القرين بالمقارنة ينسب يعني السلوك المتحدث، وهنا أنا سمعت لمتحدثيك كل الأفاعيل الوحشية اللي قام بها ميليشيا الدعم السريع، وهو من رحم ذلك الجيش المبتور اللي يبتز وئام وهي خارجة تترك له الجمل بما حمل يوقفها ويأخذ منها المال، شوف سلوك يعني الإجرام في دمهم. لذلك الآن أستغرب من ميليشيا، يعني أنا أستغرب من الجيش يا محمد إنه يعني ما هي ميليشيا خلاص بفعل التصنيف والتسمية يتوقع منها الأفاعيل السيئة، لكن الأغرب في الأمر إنه الجيش هو يقوم بنفس الانتهاكات. وشكرا لمحمد كذلك المتحدث باسم الـ WFB اللي قال إنه المشكلة من الطرفين، يعني الجيش كذلك
يعني أنا بس الرسالة دي أوجهها لمن يلعق بوت العسكر والجيش، ليس فيهم خير. يعني لا الجيش يؤتمن على هؤلاء المساكين المستضعفين ولا الدعم السريع اللي أصلا لا يتوقع ولا يرجى منه شيء. هي دي المشكلة. يعني إحنا الآن مع شديد الأسف يا محمد زهاء العام أو العام، يعني إحنا بنضع ميليشيا مع الجيش في نفس المرتبة من ذات السوء وعدم الخوف على المدنيين، والكل يتاجر يعني بالمكسب اللي يحاول تحقيقه. في جانب الإنساني القضية بالضرورة يا محمد يجب إيقاف الحرب. أنا من معسكر لا للحرب، أما دعاة الحرب اللي ماكنين برا في الخارج وتراهم يعني بخلفياتهم الزاهية ويعني مرتاحين، يقول لك بل بس يدعو للحرب وهم يأكلوا البرجر ويناموا وكذا وكذا، ويقول لك الحرب تستمر. إحنا يا محمد لكي يعني نحافظ على النساء من أمثال وئام والأخريات بالضرورة إيقاف الحرب بأجل ما يمكن، لوالد مصطفى وغيره بالضرورة إيقاف الحرب، وللتحقيق في القضايا لنعرف من الفاعل ومن المتسبب ومن صاحب الرصاصة الأولى وكذا بالضرورة إيقاف الحرب. إذن مسألة إيقاف الحرب هي المفروض يعني هي تبقى المدخل لأي حل، إذا كان سياسي إذا كان إنساني أو غيره. لكن يعني حصل يبدو أنه في مشاكل للسودانيين إذا كانوا منتفعين مأجورين أو إذا كانت الأثر النفسي يعني في الخارج وهم متنعمين يقولوا بل بس ومع مواصلة الحرب، ويقول والله العالم تركنا نسيا منسيا. ما ممكن يعني في مشكلة، في حلل حقيقة، في حلل طيب. في جمهور يعني التطبيل للعسكر ومواصلة الحرب. يعني بس هو النقطة التي ذكرتها فكرة أنه الطرفان ربما يتحمل المسؤولية، هذا هو ما أفهمه من حديثك براين. أنا بشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا، شكرا لكل من تواصل مع نقطة حوار اليوم بشكل مباشر أو أونلاين. عام كامل على حرب السودان رصدناها في نقطة حوار. تحياتي أنا محمد عبد الحميد، إلى اللقاء.